الظاهره ديال بوجلود وما تسمى بظاهره بالماون. وحنا الحمد لله مشرفين على هذا التراث وما بغيناش يضيع من خلوه لنا الجدود ديالنا وبغينا نحتفلوا به حتى حنايا مع هاد الوليدات. كيجي ضروري من نعيشوا الاجواء ديال بوجلود، كان يعني كيكونوا واحد الاجواء مختلفه بزاف على المدن المغربيه الاخرى. كيكونوا اجواء يعني ديال الاحتفال ديال الكرنفال، كيكون واحد الحس ديال الابداع في هذا الشيء. Tout le monde l'appelle un carnaval. En fait, c'est un بيلمون أو بوجلود ظاهرة من الظواهر التاريخية التي لا يزال المجتمع المغربي يحافظ عليها على مر السنين احتفالا بأيام عيد الأضحى المبارك، كما هو الشأن لساكنة دوار إقرار سيدي عبد الرحمن بجماعة أقلو التابعة لإقليم تيزنيت، حيث يجسد شباب بين 20 و30 من العمر مجموعة من القيم والتقاليد التي تتميز بها المنطقة في أشكال فرجوية متنوعة. En fait, c'est un rituel. كنخيطهم بهذه الطريقة هذه. اللي كنجيبوهم كنصبنهم، كنملحوهم، وكنجيبوهم من الزهر، صاني كروا، داك الشيء كامل. كنجيبو من الزهر وصاني كروا. ألوان كثيرة وأشكال مليئة عدد غتكون حاضرة في الكرنفال. الكرنفال هو في الحقيقة واحد الفرصة ولا واحد النشاط الذي نجد فيه كل الفنون. نجد الرقص، نجد الموسيقى، نجد الغناء، نجد القناع، نجد اللباس، نجد الأهاجيج، نجد كل يعني النحت، يعني كل في الحقيقة كل.
الحمد لله انا الدريه لابسه الجلود وفرحانين بالعيد وهذا هو الاحتفالات الدوله اللي كاينين ومبروك العواجر هادشي اللي كاين كيجي ضروري من نعيشوا الاجواء ديال بوجلود كان يعني كيكونوا واحد الاجواء مختلفه بزاف على المدن المغربيه الاخرى كيكونوا اجواء يعني ديال الاحتفال ديال الكرنفال كيكون واحد الحس ديال الابداع في هذا الشيء مبروك عواشركم